لازم اذكر هذا البرنامج اللي وقف ويانا حتى بالكويت بين الشوطين، واشكر العاملين فيه واشكر كل اللي ضيوفه وكل يعني المقدمين اللي فيه، من مخرج، من اعداد، من تصوير، كل الطاقم كله مشكورين على دعمكم للمنتخب ودعمكم لي انا يعني شخصيا. نقول التعادل بعد الخساره من استراليا والمستوى السيء والنتيجه السيئه، وشفنا احنا ردود افعال يعني جدا سلبيه، قدرنا احنا يعني تحسب لنا انه نتيجه ايجابيه، كنا نطمح للفوز، احنا الهدف الاول هو الفوز، ولكن الحمد لله رب العالمين احنا مقتنعين بهالنقطه. بس النتيجه الايجابيه ادت الى تجديد الثقه ثامر النادي لنهايه التصفيات. اول شيء اشكر انا رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس اداره الاتحاد على هذه الثقه، الشيخ احمد اليوسف والاخ احمد عقله ورئيس اللجنه.